صباح الخير هايدي. صباح الخير عفاف، كيفك؟ تمام الحمد لله. صباح الخير لكل مشاهدينا، لكل حدا انضم لنا اليوم من عبر صباحنا. غير 30 يوم من الحصار، 30 يوم من الإبادة، 30 يوم من الحرب على أهلنا بفلسطين وغزة. ما قلنا إلا أنه ندعي وكلنا قلوبنا معكم، وأحياناً بتخوننا الكلمات وبتخزلنا التعابير. ما بنقدر نعبر بالوضع الحالي من كمية المشاعر يلي عم نشرها تجاه أهلنا بفلسطين. أكيد بدي أتمنى كل السلام وكل السلامة وكل الانفراجات يا رب. مكملين معكم صباحنا، وكمان ضمن صباحنا موجز لأهم الأحداث السياسية، ولكن بالأول بدي أرجع صبح على هايدي. صباح الخير يا هايدي. صباحك يا عفاف، وأكيد الصباح الأكبر لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر شاشة الأخبارية السورية. بيوم جديد وصباح جديد، وأكيد مهما مرينا بظروف صعبة ومهما فقنا متضايقين ومزعوجين، خلوا دائما ثقتنا وإيماننا كبير برب العالمين أنه دائما هي الأيام الجاية هي أفضل وأحسن لنا. أكيد محطتنا عديدة ومنوعة لليوم، رح تكون اجتماعية وطبية وتقارير بمحافظتنا السورية، ولكن فاصل صغير ومنبلش. تاريخ 8 نوفمبر تشرين الثاني، شو سجل بأحداثه؟ خلينا نتابع سوا ضمن التقرير التالي. كل يوم بتتولد أحداث جديدة وبتتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة منسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم 8 تشرين الثاني، خلونا نتعرف على أهم الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1793 افتتاح أبواب قصر اللوفر كمتحف للعموم. بعام 1942 حكومة فيشي الفرنسية تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في ذروة الحرب العالمية الثانية. بعام 2014 انطلاق بطولة العالم للشطرنج. هاليوم شهد على ولادة عدد من الشخصيات يلي كان إلها بصمة مميزة. بعام 1656 إدموند هالي، عالم بريطاني في علم الفلك، وهو من ضبط وحدد مسار مذنب هالي. وأيضا شهد هاليوم على وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1953 إيفان بونين أديب وشاعر روسي وحاصل على جائزة نوبل في الأدب
بعام 1933. وأكيد مشاهدينا من روزنامة التاريخ مباشرة لأولى تقاريرنا لليوم من مسرح القباني بدمشق، والذي يشهد عرض مسرحية الباب للمخرج غسان الدبس. مزيد من التفاصيل التقرير التالي مع زميلتنا رشا خضور. في شيء غريب عم بيصير، إنه فات الزبون لحتى يشوف الباب وما طلع، ومثله تماما هلأ الزبون الجديد فات لحتى يشوف الباب وما طلع، وكمان صاحب البيت قاعد جوا ولهلا ما طلع. هلا بجوز هنو اثنين او ثلاثة جوا، يعني عم يتفاهموا على شوية امور. انا متأكد انه صاير معهم مشكلة، نحن لازم نساعدهم. بس شو نصلح انك تشتري باب؟ على فكرة شكلك بلشت تخرب. انت اللي ما عم تفهم، هي تجارة، تجارة يعني انا بشتري وببيع مثل ما بدي. ما شاء الله، من وين جايب كل هذا الذكاء الخارق؟ حي وراسي أبر عن جد. يح عفوا بس يا حبيبي يا زكي، هذا صاحبه ما في مثلا يفتح باب تاني من جهة تانية من السور مثلا؟ ما فكرت في الشر لأنك قار على عيلتك. أنا هذا الصوت كثير بعرفه، هذا الصوت صوت مرتي. مرتك؟ مرتك شو بدي يجيبها لهون؟ تتوقع أنها كانت عم ترابك أو سباتك لهون؟ ما بعرف، كانت عم تناديني باسمي. بلكي اسمي بيشبه اسمك. لا انا ما حدا بيناديني حسونة غيره. اسمك حسونة؟ اسمي حسن. بس بلكي لما تكون فرحانة مني كتير او معصبة كتير بتناديني حسونة. شكلها وهي وبابا. هي فعلا بابا، بل لما خسرت مصاريها بصفقة فاشلة بسببي وهي عم تحمل لي كل المسؤولية. حاولنا بهاي المسرحية انه نلمس أملنا، الأمل اللي عم نقاتل من إنه بس ولو نلمسه لمس، يا ترى خلف الباب بحقق لنا هذا الأمل أو ما بحقق لنا إياه. هي هاي المنمنمة اللي عم نشتغل عليها. حالات اللي شفتوها بالعرض هي إفرازات الانتظار وحالات القهر تجاه هذا الأمل. العرض بسيط وجميل، ويعني موضوع الوهم والحقيقة هو موضوع مطروح سابقا، وهلأ في يعني بقالب جديد هو دعوة لإيجاد مفاهيم وقيم إنسانية جديدة، والتعامل مع الواقع الحقيقي. دوري بالمسرحية بيحكي عن صبية مثل كل هالصبايا يلي بيتعرضوا بالمجتمع لكذا ضغط لكذا ظرف، بتضطر انه هي لحتى تدفع اجار بيتها تجيب دواء لامها، بتضطر تروح مع الذئاب يلي هن باي لحظة ممكن ينهشوا شيء فيكي او ياخذوا شيء فينا او ياثروا علينا بطريقه غير مباشره وبيأذونا بنفس الوقت. فهي كانت كل الوقت شخصيه عم تتصارع بين مخاوفها وبين شغلها وبين ضغوط الحياه عندها وبين ضغوطها بالشغل وصراعها مع المدير، فهذا شكل عندها شويه قصص لها علاقه بالخوف والرعب من كل شيء اسمه رجال، من كل شيء اسمه شغل. فكره البعض العرض نحن بنحكي بموضوع رحله البحث عن الاحلام. خلال رحله البحث عن الاحلام تعرضنا كثير من المواقف بسبب الانتظار، انتظار تحقيق هي الاحلام. تكون عقبات، استفزازات، مطبات، قد ايه ممكن نحن نتعامل مع هي العقبات بشكل صحيح لنوصل للحلم اللي بدنا اياه، قد ايه نحن قادرين ناخذ القرار باللحظه الصح، ممكن يكون قرار صح ام خاطئ. نحن عاملين لوحة شيء بسيط مساعدة للممثلين. هو أنا رأيي بالعرض مثل كيف بدي أقول لك، يعني أهمية الأنثى و يعني إكمال المجتمع للأنثى. عم اسمع أصوات، أصوات بتشبع البكي. لا 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 لا، هي مو أصوات بكي، الجنون. انت بتعرف شو يعني جنون؟ ليش شو يعني جنون؟
صباح الخير عن جديد مشاهدينا، وانتقالا لأولى فقراتنا الطبية من بعد شهر أكتوبر الوردي انتقالا إلى شهر تشرين الثاني الخاص بالتوعية لسرطان البروستات عند الرجال. هذا المرض يلي أشارت بعض الدراسات لإله إنه الارتفاع هرمونات الاندروجينات عند الرجال ممكن إنه تساعد وتسبب وتزيد من خطر الإصابة بهذا المرض. وأكيد معلومات أكثر واستفسارات أكثر رح نتعرف عليها من على هذا المرض، وهل هو مرض صامت أو مميت أو خطير، ومن أي عمر ببلش، وأيضا طرق العلاج والتشخيص، وكمان الأعراض يلي بتظهر عند الرجل أثناء إصابته بهذا المرض. كل هذا الشيء ضمن فقرتنا لليوم مع الدكتور محمد عزام، استشارية جراحة الكلى والمسالك البولية. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم وصباح الأخوة المشاهدين. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية عم نحكي عن موضوع جدا مهم اليوم وشائع، كنا عم نحكي قبل الهواء أنه هو ممكن منتشر أو ممكن يتشكل عند الرجل بعد سن الخمسين، لكن أحيانا كمان نشوفه موجود تحت سن الخمسين. خلينا بداية دكتور نتعرف نحن والمشاهدين شو نقصد بسرطان البروستات. بداية البروستات لنعرف الأخوة المشاهدين هي عبارة عن غدة تناسلية أو جزء من الجهاز التناسلي عند الرجال، لها دور بعملية إفراز سائل يضاف للسائل المنوي، فلها دور في الإخصاب عند الرجال. بتصيب عدة أمراض لغدة البروستات، لكن الأشيع اللي حنتحدث عنه اليوم هو سرطان البروستات اللي بينتشر عادة بعد عمر الخمسين عند الفئة يعني متقدمة بالعمر. السرطان بشكل عام أو سرطان البروستات بشكل خاص هو عبارة عن تكاثر للخلايا البروستات بطريقة سريعة وغير منظمة وغير وظيفية، فبتؤدي تكاثرها بهي الطريقة لتخريب المنطقة اللي هي فيها، أو إحداث نقائل لهي الخلايا تنتقل عن طريق الدم لمناطق ثانية من الجسم فبتتكاثر وبتخرب المكان اللي هي موجودة فيه حسب المنطقة اللي بتنتشر فيها، للعظام، للكبد، للجهاز العصبي، فبيظهر أعراض بناء على المنطقة اللي انتشرت عليها. غالبا بيكون السرطان البروستات طبعا ما له أعراض، بيكون صامت، بنكتشفه نحن أحيانا بالمسح الدوري. للأسف أنه أحيانا لما بيكون في أعراض لسرطان البروستات بتكون هي الحالة متفاقمة ومتقدمة، فنحن دائما بنوصي المرضى أو الرجال بشكل عام يعملوا مسح للبروستات بعد سن الخمسين، وحتى بعد سن الخمسة وأربعين لما بيكون في قصة عائلية، لأنه هو في جانب وراثي بموضوع سرطان البروستات. لما بيكون أحد عمومه أو والده للرجل عانى من سرطان البروستات، فهو يفضل يعمل فحص دوري للبروستات خلال المرحلة العمرية بعد ال 45. أحيانا ممكن هلأ نحن إذا تحدثنا عن موقع البروستات هي تحت المثانة تماما محيطة بالإحليل، فهي محيطة بمخرج البول، فلما بصير في سرطان أو ضخامة للبروستات من الطبيعي انه بصير في اعراض وين؟ بداية بخروج البول. الاعراض بخروج البول مختلفة طبعا، بتبدا احيانا بأسر بولي، المريض ببلش ما عاد بيقدر يخرج البول بشكل سهل بشكل سلس، فبتلاقيه عم يعمل سترينينج يعني عم يضغط ويكبس لحتى يخرج البول. البول بيخرج بطريقة بطيئة ضعيفة، بصير في تنقيط، يعني المريض بيراجعنا بيقلي في تنقيط بالبول، آخر شيء بخلص برد برجع بكمل يعني بشكل متكرر لكميات قليلة من البول. أحيانا بصير في عنده إلحاح، شعور مفاجئ بالتبول. أحيانا بصير في حرقة لما بيبول،
طبعا بتتشابه هي، مو دائما نحن هي النازيها انه هي لا هي عباره عن سرطان، لا اكيد هي الاعراض اعراض خاصه بالبروستات لعده امراض، لكن الطبيب هون دوره انه يفصل ويحدد نوع المرض اللي هو مصاب فيه الرجل. الاعراض يعني واسعه، فينا نحكي انه احيانا بتكون دم بالبول او دم خلال السائل المنوي. طبعا الدم بالبول في عده اسباب لوجود الدم بالبول، لكن احنا قلنا انه هي علامه منبهه للمريض بيراجع فيها الطبيب، والطبيب بيحدد من خلال الفحوصات والصور هل هو عباره عن مشكله سرطان بروستات او ضخامه سليمه او هو التهاب او اسباب ثانيه ادت لهي الاعراض. تمام دكتوره، خلينا ننتقل لعوامل الاصابه بهذا المرض، وممكن يكون بعض الدراسات هي تكون صحيحه انه ارتفاع هرمون الذكوره الاندروجينات يؤدي لزياده الخطر بهذا المرض. ارتفاع الاندروجين او التستوستيرون هرمون الذكوره له دور، لكنه ما هو الدور الاساسي. وجود الهرمون هو اللي بيؤدي لاستمرارية نمو البروستات، لكن ارتفاعه أو انخفاضه ما هو السبب في سرطان البروستات. مثل ما أن التقدم بالعمر بعد عمر الخمسين، هي شو الفكرة؟ أنه البروستات هي غدة تستمر في النمو مدى العمر، لهيك دائما بتظهر أعراضها بعد عمر الخمسين مع التقدم بالعمر، وبتزداد هاي الأعراض. يعني اللي بوصل للستين بتلاقي الأعراض أشد، صارت للسبعين أكثر. طيب عند مين أكثر نسبة الحدوث أكثر، عند اللي فوق سن الخمسين ولا اللي تحت؟ لا فوق سن الخمسين. ولما بيصير في عامل وراثي بيكون العمر أدنى، يعني بتبلش من الخمسة وأربعين. وفي بعض الناس نحن منصنفهم يعني عند البشرة اللي عندهم بشرة سمراء بيكون أكثر، حتى كمان أكثر نسبة انتشار عندهم، أو اللي عنده زيادة وزن اليوم هيك بيقولوا سمنة مفيدة. السمنة من أحد عوامل خطورة، السكري مرض السكر، نوعية الغذاء بتلعب دور. فهي الحالات كلها، لكن هن حددوا أنه العمر لإجراء الفحوصات هو بعد عمر الخمسين. تمام دكتور، بعد ما حكينا وتعرفنا على الفئة العمرية اللي ممكن اليوم تصاب بسرطان البروستات، خلينا نرجع شوي للأعراض. يعني ببداية حديثك ذكرت أنه هذا المرض ممكن يكون صامت، ما في أعراض نظامية، ولكن اليوم ممكن في هيك علامات أو إشارات بسيطة نحن من خلالها نعرف أنه في عنده هذا الشخص سرطان بالبروستات، أو ممكن هي الأعراض تتشابه مع مرض تاني؟ تمام، هي دائما هي صامته بشكل عام سرطان البروستات، لكن في تحاليل مخبريه وفحوصات نحن بنعملها بنقدر نحدد في بدايه المرض اذا كان هو موجود او لا. لكن المريض بيميز هذا الشيء لما بيكون في حالات احيانا بتظهر عند مرضى وما بتظهر عند مرضى ثانيين. من هي الحالات قلنا انه هي موقعها عند مخرج البول، فلما بيصير في ضخامه وزياده بحجم البروستات بتضغط على هذا المخرج، فبيؤدي لاعراض لها علاقه بخروج البول. بتلاقي دائما بالليل كثير بفوت على التواليت، في فريكوانسي عالي، يعني كل شوي بفوت على التواليت وبيرجع بطريقه غير طبيعيه. دفق البول بيكون ضعيف، وان التنقيط احيانا بيكون المخرج كثير شديد الانسداد فيه، فالمثانه لما بتنقبض لتخرج البول بتكون مجهده غير كافي لانه يخرج البول. فشو بيساوي الرجل لما بيكون قاعد بطريقه غير اراديه؟ بصير بيضغط بيكبس بعضلات البطن حتى يساعد المثانه، فبيصير في صعوبه بخروج البول، واحيانا بيسكر بشكل كامل. ممكن يظهر الأعراض بمراحل متقدمة لما بصير في نقائل، مثل ما قلنا للعمود الفقري. يعني ممكن يجي شخص عم يجعه ظهره، عم يعاني من ألم بالظهر وهو سببه البروستات. ففي عوامل بتكون ما لها علاقة بموقع البروستات، في أعراض تظهر نتيجة تقدم المرض. طيب طرق التشخيص دكتور، كيف ممكن وقت الشخص بيصير عنده أعراض ممكن خفيفة أو ممكن ما يشعر بأعراض مثل ما أنه مرض صامت، كيف هو بده يعرف أو يلحق حاله قبل فوات الأوان ويدخل مرحلة الخطر؟
موضوع التشخيص صار في تطور كتير كبير في موضوع تشخيص سرطان البروستات، هو من السرطانات الشائعة طبعاً. فالتحاليل المخبرية اللي بيقوم فيها الطبيب طبعاً تشمل تحليل BSA هو خاص بالبروستات، تحاليل وظائف الكلى، التحليل البول، السكري، منشان يميز وجود إنتان ولا وجود حصيات بالمثانة، الإيكو، تصوير بالإيكو أو التصوير الطبقي أو المرنان. هلأ هي الوسائل التشخيصية بيحددها الطبيب بناء على الشك اللي من خلال الفحص، وفي فحص كمان بيقوم فيه الطبيب بيلبس قفازات وبيتم فحص مباشر للبروستات، هذا كتير له دور مهم. عبر الشرج بيتم الفحص للبروستات بشكل مباشر. في علامات الطبيب بيلاحظها، لما بيلاحظ هاي العلامات بينتقل لمرحلة تشخيصية تانية لوسائل تانية بيستخدمها حتى نحدد بدقة إذا هو في سرطان بروستات أو لا. لكن المعيار الذهبي اللي كتير مهم هو خزعة البروستات. أحياناً لما بصير في شك من خلال الفحص نلجأ لمرحلة أدق وهي خزعة البروستات. في تحليل محدد دكتور لازم ينعمل كل كم شهر؟ هلا حكينا هو BSA كل إمتى يعني تقريباً؟ الفحص الدوري عن طريق الطبيب للبروستات بشكل مباشر. إذا في عامل وراثي يفضل كل سنة، تمام. في متابعة، نحن زيادة BSA وسرعة زيادته للمريض بيحدد المتابعة هل هي مكثفة أو لا، بحاجة لفترة زمنية أكبر. يعني هذا الأمر بناء على الأعراض والتحاليل المخبرية. تمام. لكن مثل ما تفضل مثل ما حكيت إنه الناس بتخاف من خزعة البروستات لما بيقول له في خزع، لكن هي المعيار الذهبي اللي بيحدد حالة النسيجية للبروستات، نوع السرطان هو عدائي أو لا لعدواني. كتير إلى دور كتير مهم، وهو اللي بيطمئن المريض في حال إجراء. لكن نحن دائما منخاف إنه الخزعة لا معناها في مشكلة، ما دائما ممكن نعمل الخزع ويكون إنه الشرط إنه يكون في سرطان، لا، أحيانا بيكون حالة مرضية مختلفة عن السرطان منحددها من خلال الخزعة. أكيد. نحن الشهر الماضي كنا عم نوعي السيدات والصبايا بالفحص المبكر عن سرطان الثدي، وهلا نحن بشهر تشرين الثاني. خلينا نحكي اليوم أهمية التوعية اليوم للشباب أو الرجال بالفحص المستمر والدوري مشان يعرفوا إذا في عندهم أي مشكلة أو في حال وجود سرطان البروستات. نحن حكينا علامات، العلامات اللي حكيناها من الأعراض كتير مهمة، بتنبه الرجال لموضوع الفحص البروستات، الفحص المكثف، الفحص الدوري بعد عمر الخمسين. لما بيعمل فحص الرجل بيكون عم يعمل خطوة إيجابية كتير مهمة، لكن اللي منركز عليهم أكتر هن اللي بيعانوا أحيانا من أعراض يلي ذكرناها هلا، يلي بيكون عندهم قصة وراثية. بس برأيك في عندهم اليوم ثقافة؟ اليوم هي الفحص الدوري عم بيكون في ثقافة بهالمرحلة؟ أنا بظن انتشر بشكل جيد موضوع الفحص الدوري، في كتير من الرجال بيشوف منشان يطمئنوا. ما كنا نلاحظ هاي الحالة، ففي صار ثقافة منتشرة بين الرجال، حتى الأعراض صارت بتنبه الرجال. يعني كانوا أحيانا الرجل يفيق كتير على التواليت ويدخل كتير على الحمام يقول لك أنا معي سكر، صحيح، في مفاهيم مغلوطة. هلأ حاليا لا، بقول أنا بدي أطمئن، بدي اطمئن هل هو بروستات او لا سكر. يعني حتى هو بيجي وعنده فكره معينه وثقافه معينه كثير ايجابيه هي بموضوع الفحص المبكر، موضوع التشخيص المبكر والعلاج. اكيد. طيب خلينا ننتقل دكتور لطرق العلاج اليوم. ممكن انه الشخص المصاب بهذا المرض انه يتعالج، ولا بس دخل مرحله خطوره صار مميت او خطر كثير؟ سرطان البروستات بشكل عام هو انتشاره بطيء، نموه بطيء وانتشاره وانتقاله بالجسم بطيء. فغالبا اللي عم بيعانوا من سرطانات البروستات ما بيتوفى، يعني ما بتكون نهاية الحياة بنتيجة هذا المرض، بتكون نتيجة أمراض تانية، قلب أو سكر أو أي سبب آخر. مو شرط إنه اللي بيعاني من سرطان البروستات تكون نهاية، لا، لأنه بطيء.
فتأثيره سيء بطيء. هي ميزة في رغم انتشاره يعني بشكل بين الرجال، لكن انه العامل الايجابي الفكره الايجابيه انه ما هو سريع، ونحن بنقدر نسيطر عليه وبنقدر نصل للشفاء التام لما بنكتشفه بفتره مبكره. تمام. وين المشكله؟ ما بيكون في ثقافه عند الرجال، او الشخص بيعاني احيانا الاعراض بتلاقي بكابر عليها، بيقول انه ممكن تروح ممكن تزول، او حتى بيخاف حتى من التشخيص. في ناس بيخافوا من انه يجي على الطبيب لانه ما بده يعرف انه هو مريض او هو في عنده مشكله مرضيه. لا، هو بضل بيقنع نفسه انه لا ما في مشكله، عادي، هي الاعراض موجوده عند معظم الرجال، فما بيراجع الطبيب. هون المرحله نحن مرحله خطره، لانه الزمن بيلعب دور كثير كبير بالعلاج. لما بنكتشفها بشكل مبكر بنقدر نسيطر عليه بشكل كامل. من انواع العلاج طبعا هو الجراحه من استئصال البروستات بشكل كامل، وبعدها من مراحل متقدمه ممكن نستخدم العلاج الكيموثيرابي، العلاج الكيميائي او العلاج الشعاعي. تمام. بما انه عم نحكي عن طرق العلاج اليوم لسرطان البروستات، دكتور ايمت ممكن نوصل لمرحله نحتاج لاستئصال سرطان البروستات؟ الاستئصال هو بيكون بالمرحله البدايه الانتشاء وجود السرطان. لما بيكون سرطان البروستات ببدايته متوضع ضمن البروستات، هون استئصال بيكون ذو جدوى، لانه نحن مثل ما بنقول انه نبته سيئه قلعناها من جذرها، فما عاد في هون دائما ما عاد في مشاكل، ما في خوف من انه يكون في نقائل لمكان ثاني بالجسم وبالتالي اذيات أكبر. طيب بنهاية فقرتنا دكتور وبآخر كم دقيقة خلينا نسلط الضوء اليوم على أهم النصائح، أو ممكن كمان ندخل بهي النصائح طرق للغذاء اللي ممكن أنه يوقي أو يساعد بخطة العلاج نوع من أنواع الأغذية، وشو هي أهم النصائح؟ هل أهم النصائح ننتبه لموضوع الأعراض يلي صارت معظم الناس معظم الرجال بتعرفها، صاروا يتثقفوا بهذا الجانب بسبب انتشار مشاكل البروستات بشكل كبير. المسح الدوري كتير مهم. موضوع الأغذية، هلأ في دراسات كتير بتحس على تناول بعض الأغذية اللي هي بتقي من سرطان البروستات، لها دور كتير جيد بهذا الجانب، مثل حب القرع أو يستخدمون الناس كبذور القرع أو زيت القرع، الشاي الأخضر في أنتي أوكسيدانت كمان مفيد، في مادة يعني تم دراسة إجراء دراسات عليها ولقوا إنه في فائدة كبير، اللايكوبين هذه موجودة بالبندورة، حتى طبعاً البندورة المطبوخة موجودة فيها هي المادة، كمان من أحد المواد الفعالة واللي بتقي من أمراض البروستات. هذا الجانب الغذائي. نبتعد عن مثل ما تفضلت الصحة، السمنة كتير مضرة، استخدام الدهون غير المشبعة بأغذيتنا كمان له دور كتير مهم. تمام. وكمان دكتور بنسمع كتير بمصطلح تضخم البروستات، شو نقصد فيه اليوم؟ المصطلح هو مصطلح العام. البروستات عبارة حجمها قد سمرة الجوز، تقريبا 20 جرام 20 ميلي لتر ل 25. بعد عمر الخمسين هي هون مشكلتها، انه بتصير حكينا نحن انه دائما نموها مستمر البروستات، وهذا الجانب لازم يعرفه المريض. ليش؟ لما بيعرف هذا الشيء بيعرف انه هو لازم لما بتظهر الاعراض يعني ينتقل لمرحله العلاج، لانه كثير في من الرجال بيكابروا على الاعراض انه بتروح بتزول، لكن هو ما بيعرف انه هي استمراريه تضخم البروستات. هذا امر موجود عند كل الرجال وما بيوقف مع التقدم بالعمر، بالعكس بيزيد، فبالتالي الاعراض لا تزيد، فبالتالي اذيات تضخم البروستات بتزيد، مثل اذيات المثانه، فشل الكلوي نتيجه انسداد، وجود حصيات بالمثانه او انتانات متكرره. ضخامه البروستات هو السبب في كثير مشاكل عند الرجال، بتنتشر لموضوع الكلى والمثانه، مو فقط يعني هو تكرار تبول او اسر بولي، لا، بصير في اذيات لانه يفقد وظيفه
المساند في وظيفتها، فبصير بيعاني من سلس مع التقدم بالعمر. فدائما العلاج المبكر لضخامة البروستات أمر كتير مهم وضروري، ولا يمكن إنه الواحد يتجاهله لأنه بيزيد بشكل متفاقم مع الزمن. أكيد بالنهاية بدنا نشكرك دكتور محمد عزام، اختصاصي جراحة الكلى والمسالك البولية، وأكيد كمان بدنا نتمنى الصحة والسلامة للجميع. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا. أكيد شكرا لك دكتور محمد على كل المعلومات الطبية المهمة اللي قدمتها اليوم. أهلا وسهلا. أما نحن مشاهدينا فمكملين معكم مشوارنا الصباحي، خلونا ننتقل مباشرة لغرفة الأخبار لنتعرف على آخر الأخبار السياسية محليا عربيا وعالميا مع زميلتنا نور الإبراهيم. يسعد صباحك يا نور. صباح الخير إليك هايدي، وصباح الخير لعفاف ولجميع مشاهدي الأخبارية السورية. فاصل صغير ولآخر الأنباء بعد الفاصل. موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. قالت وسائل إعلام فلسطينية أن عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي صباحا منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة ارتفع إلى 9 شهداء. وأضافت المصادر السابقة أن 4 شهداء أيضا بينهم 3 أطفال ارتقوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم أنصيرات وسط القطاع، وقصفت طائرات حربية إسرائيلية عددا من منازل الفلسطينيين في حي العلمي ومخيم جباليا، ما أسفر عن إصابة 16 فلسطينيا. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط في القدس المحتلة. قوات الاحتلال الإسرائيلية شنت فجر الأربعاء حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية، طالت صحفيين اثنين، واقتحمت حرم جامعة بيرزيت قرب رام الله ب6 آليات عسكرية بعد أن أجبر الأمن على فتح البوابة الغربية. كما نفذت اعتقالات في عدة بلدات بمحافظة الخليل بينهم بلدات دورة وخرسة وحلحول ومخيم العروبة. وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يوميا حملات دهم واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الاحتلال، بالإضافة إلى مواجهات واعتقالات وأطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطيني. اعترفت قوات الاحتلال بمقتل جندي وإصابة 3 بجروح خطيرة خلال اشتباكات في شمال قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلى جنود الاحتلال إلى 37 منذ بداية العملية البرية في 27 من تشرين أول الماضي. قوات الاحتلال كشفت ارتفاع إجمالي عدد قتلاها إلى 350 منذ 7 من تشرين الأول الماضي. وكانت المقاومة الفلسطينية أعلنت تدمير 15 آلية عسكرية للعدو الصهيوني على مشارف مخيم الشاطئ وبيت حانون في قطاع غزة. كما استهدفت قوات العدو المتوغلة بعشرات قذائف الهاون وخاضت اشتباكات معها في مختلف محاور القتال. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن مئات الآلاف من الفلسطينيين لا يزالون في شمال قطاع غزة على الرغم من محاولات التوغل البري المكثفة إلى القطاع واستمرار الضربات الجوية والمدفعية وتزايد عدد الشهداء بالإضافة إلى النقص الحاد في الموارد. وفي مقابلات أجرتها الصحيفة مع فلسطينيين اختاروا البقاء شمال القطاع، قالوا إن منطقة الجنوب التي يزعم الاحتلال أنها آمنة ترتكب فيها مجازر عديدة وهي ليست أكثر أمانا، فضلا على أن إهانات النزوح القصري بالنسبة لهم لا تحتمل. أما بالنسبة لأولئك الذين يحملون جوازات السفر الأجنبية ومزدوجي الجنسية الذين يمكنهم مغادرة القطاع، فيقولون أنهم لن يتحملوا المخاطر المميتة التي ينطوي عليها الوصول إلى المخرج الوحيد وهو معبر رفح الحدودي مع مصر، بحسب ما تضيف الصحيفة.
ختام الموجز وعودة إلى زملائنا باستديو صباحنا غير. شكرا لك يا نورة وبقية نهار حلو لك. أما نحن هلأ فوصلنا عفاف لتاني محطاتنا لليوم، ويعني فينا نقول عم نركز ضمن صباحنا على فئة الأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر حساسية وتأثر بأوقات الأزمات والحروب. واليوم نتيجة المشاهد العنيفة اللي عم نشوفوها هدول الأطفال يوميا عبر شاشات التلفزيون أو على مواقع التواصل الاجتماعي بالشيء اللي عم بيصير اليوم ضمن فلسطين وقطاع غزة، يمكن ما في طفل إلا وعم يسأل شو عم بيصير، ما في طفل إلا وعم يتأثر نفسيا. خلينا اليوم عفاف نحكي عن أهمية يمكن الدعم النفسي والاجتماعي لهدول الأطفال. صحيح هايدي، ويمكن نحن بنلعب الدور الأكبر بتوصيل المعلومة الصحيحة لإلهم وبطريقة الجواب الصحيح لإلهم، بحيث أنه تبقى القضية الفلسطينية داخل قلوبهم ووجدانهم ويربوا عليها منذ الصغر وما تتشوه هي الصورة بأذهانهم نتيجة هي الصور يلي عم يشوفوها أو الأخبار يلي عم يسمعوها. نتيجة هذه الأمور كلياتها ممكن أنه تصير عندهم كمان اضطرابات نفسية لسوء استخدام الأسئلة يلي هنون بيسألوها بالطرق الأجوبة الصحيحة. لهيك لازم اليوم ننوه على هذا الموضوع، ومع الدكتورة غالية سعيد دكتورة في علم النفس. يسعد صباحك. يا هلا، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك دكتورة، يسعد صباحك. خلينا هيك بالبداية قبل ما نفوت بالمشاعر الاكتئاب والصدمات اللي ممكن تظهر نتيجة هذه الأزمات والحروب، خلينا نتعرف نحن والمشاهدين على تأثير مشاهد العنف على الأطفال على نفسيتهم على صحتهم النفسية. تماما. هلا مثل ما تفضلتوا وتحدثتوا بالمقدمة اللي كان صراحة فيها كتير أشياء مهمة، اللي هي الأطفال بهي الأثناء وبهي الظروف اللي عم نمر فيها هن لا يستثنوا أبدا من الأحداث والقصص والأشياء اللي عم يسمعوها أو حتى الروايات أو أي محيط عم يعطيهم أي معلومات أو أفكار. لذلك هذا الموضوع بصراحة كتير يعني مهم وكتير حساس، وكتير لازم الأم والأب أو المسؤولين عن الطفل يكونوا على وعي ويشرحوا للطفل عن جد قدي أنت بمرحلة، قدي لازم أنت تكون الشيء اللي لازم تعرفه يكون أنا مضبوط. يعني مثلاً كتير أطفال بهالمرحلة رح تسألنا سؤال إنه ليه في أطفال عم يموتوا، إنه شو عملوا هدول، ليه هيك عم بيصير معهم، ليش عم يضربوا هدول الأطفال، ليه كذا. في أسئلة كتير رح يسألها الطفل بطريقة يعني بنهم، إنه ليه شو، ممكن يتأثر ويدخل بنوبات من البكاء. وفي بعض الأطفال ممكن تصير عندها حالة من الاضطرابات الخفيفة، في منهم ممكن يعمل قدم أظافر، نتف الشعر مثلاً نتيجة الخوف، في منهم ممكن يعمل حالة تبول لا إرادي ليلية حتى لو كان هو قاطع مرحلة إنه هو يدخل على الحمام أو يستعمل الحمام لحاله. وفي نسبة أطفال هي الأثناء كتير عم تشتكي الأهالي منها إنه هي عم بتفيق بالليل مع كوابيس مرعبة، عم بتصرخ وعم بتقول إنه أنا ما بدي موت ما بدي موت. لذلك هون هذا الوضع كتير مهم إنه نحنا نشرح لهم شو اللي عم بيصير على قدر المعلومات اللي نحنا نقدر نعطيهم بهذا العمر، ليه ومين وكيف وشو اللي عم بيصير وهي البلد كيف وهي لازم تكون يعني كيف حقوقها وكيف واجباتها وشو السبب اللي وصل لهون ونحن شو لازم نعمل. وأبسط شيء لأنه حيسألنا طب أنا شو بقدر أعمل، حطيه أبسط الطرق اللي هي أنت مثلا على الأقل تبدي المشاعر اللي بتكون متعاطفة معه وتحاول تقدم لهم الأشياء ولو بالدعاء أو بالأمنيات اللي تكون لطيفة. يمكن نحن كأهل لازم نستغل فرصة وجود هاي الأسئلة عند الأطفال ونستخدمها بالطريقة الصح بحيث أنه ما تدخلهم بحالات اضطرابية لنفسيتهم. بس مع ذلك في أطفال بيدخلوا بحالات اكتئاب ممكن تكون صامتة الأهل ما يشعروا فيها. صحيح. كيف ممكن طريقة التعامل؟ صحيح. هلأ مثل ما تفضلتي يا عزيزتي، هلأ مو كل الأطفال عندها نسبة الوعي مع تفاوت الأعمار أن تكون نوعا ما عم تقدر تستفهم هذا الوضع أو اللي عم بيصير. هلأ ممكن تتفاجئي بأطفال بأعمار كتير صغيرة تكون عم تستفهم هذا الوضع، يعني ممكن تشرحي لها أنه في حالة حرب، في حالة أنه أشخاص سيئين أو في عدو هو عم بيحارب الأطفال أو عم بيحارب هذا المكان فيستوعب هاي الفكرة. لكن في أطفال حتى لو كانت أعمارهم كبيرة هو ما ضد هذا الفكرة تماما. هلأ أكثر الاختصاصيين النفسيين بيقولوا بيحاولوا أنه إذا كان الطفل غير قادر على الاستيعاب بهالفترة أو ما عم تقدر تصلوا المعلومة كي يجب عم يعطي ردات أفعال سيئة، حاول أنه نحن نبعده عن الأخبار السلبية. يعني
ما فينا صراحة كأشخاص بالغين إلا ما نضل عم نتابع الأخبار يعني نبدي تعاطفنا على الأقل بأبسط ما يكون، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على تليفوناتنا أو حتى بأحاديثنا بجماعتنا إلا ما يكون عم ينذكر هذا الحديث. إذا الطفل ما له جاهز ونحن ما لنا قدرانين نضبط حالته النفسية، يفضل أنه ما ندخله بهذه الدوامة أو ما نفوته أصلا أو نحكي له. وإذا لقينا عنده بعض هاي المشاكل نشرح له نحكي، يعني في منهم إذا مثلاً غالبيتهم بفئة لك بيصحى بالليل عم بيصرخ وعم بيقول أنا ما بدي يصير فيني مثل هدول الأطفال، ما بدي يموت، أو مثلاً بروح بيحضن أمه بيقول ماما خليكي معي لا تروحي مثل ما راحت مثلاً أمه أو عمل شيء أو أنا ما بدي أعمل، هون لازم بقى تشرح له لأنه هون يبدو هو إنه داخل بمرحلة التساؤلات انه ليش عم بيصير هيك، شو السبب، مين هدول الاشخاص اللي عم يحاربوا، مين هدول الاشخاص اللي عم يقاوموا، مين هي البلد، شو هي فلسطين، شو بتعني لنا خارطتها، شرحها، وضعها، مكان الجغرافي الديني. ممكن يستمتع كثير لانه هو رح يلاقي انه هي احداث مثيره وبهالحاله نحن ممكن نخلي له نحافظ له على الصوره الوطنيه اللي انت بدك اياها، وبنفس الوقت بنحاول بعده قدر المستطاع عن هذا الجو اذا الطفل ما انه جاهز او ممكن يدخل باضطرابات نفسيه. اكيد يعني مثل ما ذكرتي هي الحالات او هي المشاعر عم تكون موجوده بنسبه كثير كبيره اليوم عند اطفالنا على اختلاف اعمارهم وحتى كمان الفئه الاكبر عمرا. طيب خلينا نحكي عن نوع من انواع هي المشاعر اللي ممكن تتولد نتيجه هي المشاهد العنيفه، نتيجه هي الاخبار الصعبه والسيئه. الاكتئاب، خلينا نحكي عن الاكتئاب، نعرفه، نحكي عن اعراضه وعن شو ممكن يظهر من اعراض على الطفل. اول شيء يا سيدتي اللي بيصير ممكن الاطفال يكون عندهم الاكتئاب بيطلع باكتئاب خفي، بعض مثل ما حكينا بيعطي علامات، لكن الاكتئاب الخفي للاطفال اولا بيصير عندهم صعوبه بالنوم بشكل كثير كبير، ببلشوا بيعطوا علامات على الخوف وما بيرضوا انه هن يروحوا يناموا لوحدهم وبيطلبوا وجود الام او الاب، بيصير تتعلق بتزيد مشاعر الود بيناتهم ودائما بتلاقيهم بيصيروا بيحكوا ماما لا تروحي خليكي معي او بابا لا تروح او انت حتموت. هي بيسالون هدول الاسئله كثير هاي الفترة، بتلاقيهم بدققوا على هاي الأسئلة انه انت حتموت، انت حتروح، انت رح يصير لك شيء، انت رح تتركني مثل ما مثلا هذا الاب ترك ابنه او شيء، او اذا صار معه مثلا فلنفرض صار في عنده جرح بسيط بايده اعطاه نزل شوية دم، انا ما بدي اموت مثل هدول الاولاد. حالة الهلع والرعب والفزع اللي ممكن تصير عند هدول الاطفال اللي نحن هون لازم دائما دغري نستحيط بهالحالة ونهدي هذا الخوف، نهدي هذا الرعب ونشرح. انا هون كثير مع فكرة الشرح، كثير لازم نشرح ونوضح لكن باختيار الالفاظ واختيار الطريقة المناسبة. هلا للأسف البعض طبعا ممكن للأسف ياخذ هذا الموضوع ويستغل هاي القصة في حال اذا كان الطفل عم يتمرد، اذا عذبتني رح ابعتك لعند الاطفال يلي عم بيموتوا. انا كثير للأسف شفتها بهي المرحلة، وانا كثير بدي اقول انه للأمهات رجاءا هذا مو اسلوب تربية او اسلوب تهديد حتى نتعامل معه، اذا بتعذبني رح ابعتك لهنيك. يعني هذا اسلوب كثير سيء، اذا كان الطفل ما عنده مشكله نفسيه رح يدخل بدوامه انه انتوا عم تزتوني بمكان فيه موت، فيه اشياء مرعبه، فيه اشخاص ما بيعرفوا شو معنات الرحمه، ما فيهم يعني. فهذا الموضوع جدا خطير، بتمنى من كل ام اذا كان حتى لو عم بيعذبها ما نستعمله ابدا كاسلوب تهديد، او هي بتقول له بتعذبني بروح لهنيك وبتركك، يعني بروح مع هدول الناس وبموت هنيك وبتركك انا. اسلوب خاطئ تماما، بيؤدي اذا الطفل ما عنده مشكله نفسيه او لسه ما تاثر بالاحداث انه يتاثر نتيجه هالاشياء اللي عم تصير او الكلام. طيب اليوم مع دكتوره بالمقابل نحن لازم نحافظ على توصيل الصوره الصحيحه لهدول الاطفال لحتى نحافظ على عداله القضيه الفلسطينيه داخل ذهنهم ووجدانهم وقلوبهم كمان. كيف نحن ممكن هون نقدر نوازي بين يعني بدنا ننتبه على صحتهم النفسيه وبدنا كمان نوصلهم الصوره الحقيقيه لحتى نحافظ على كل شيء موجود جواتهم وبنفس الوقت نخلق هذا التوازن كيف؟ تماما. هلا يا سيدتي اولا بالنسبه لهيك اشياء الحكايات هي تعتبر الوسيله الامتع والاروع للاطفال، يعني قد في عنا تاريخ وقد في عنا قصص وقد في عنا روايات ممكن تحكى بطريقه ممتعه سلسه مفيده بتعطيه الفكره الاساسيه. طبعا اذا كانت الام او الاب ما عندهم هي الطلاقه او القدره او هي الوسائل الموجوده مثلا مثل اليوتيوب هالقصص هي في كثير ممكن تشرح لهم القصص عن المكان او عن مثلا خلينا نقول خاصه هلا هو احنا عم نحكي عن فلسطين والقضيه الفلسطينيه، في كثير وسائل مثل الحكايات ممكن تحكي لهم اياها بطريقه كثير هادفه
مسلية لذيذة وممتعة وبتوصل المعلومة وبترسخ عندهم أساساً الفكرة. إذا أنا ما بحب أنه أنا ابني يتعرض كتير لوسائل التواصل الاجتماعي، الجدات أو الأشخاص الكبار يلي كانوا بحقبة زمنية معينة كتير عندهم متعة بسلاسة وطرح هذا الأسلوب، فهي الأشياء ممكن فعلاً تخليهم عم يحافظوا على هاي الصورة تبع أنه هذا البلد مين وشو حضارته وشو ثقافته، وليش نحن لازم نكون أساساً عم ندافع عنه، ولو أنه على الأقل ضمنياً نكون عم ندافع عنه أو ما نرضى أنه حدا يحكي عنه بكلمات سيئة، ويكبروا على هذا الأساس. الحكايات بهذا العمر إلى تأثير فظيع جداً، وخاصة عمر الطفل. هلأ دراسات نفسية بتقول أنه الطفل قبل 7 سنوات قليل لحتى يفهم شو معنات الموت، يعني شو معنات الفقد، فمو دائما ممكن الأطفال قبل 7 سنوات يعرفوا شو معنات أنه فلان استشهد أو شو معنات الموت أو انتقل إلى مكان آخر. فإذا ما بنا حابين أنه ندخلهم أصلا بدوامة هذا الشيء قبل العمر 7 سنوات، بإمكاننا نحكي لهم عن الأبطال، الروايات العظيمة اللي كانت موجودة، الناس اللي كانت كتير عظيمة وكانت بطلة بتاريخ فلسطين، شو عملت، شو قدمت، شو ساوت، شو عملت انتصارات. هيك ممكن تضلي عم تحافظي على الصورة الجميلة اللي ببالهم ويرجع في مع بعض يضل عم يمشي فيها. وعم نحكي اليوم عن التأثيرات، ومثل ما ذكرتي اليوم في تأثيرات كتيرة لهي المشاهد العنيفة على الأطفال، على تفكيرهم، على شخصيتهم كمان. اليوم شو الأشياء اللي ممكن تأثر عليها هي المشاهد؟ ممكن تأثر على يعني مستواهم التعليمي، على تحصيلهم الدراسي. صحيح. خلينا نوضح بعض النقاط اللي ممكن بعض الأهالي ما تنتبه لها. صحيح. هلأ في كتير أطفال صراحة هلأ بهاي الفترة اللي مرينا فيها أمهات عم تشتكي كتير أنه صاير عنده قلة تركيز. أنا ابني ما كان هيك، صاير جبان كتير، صاير بخاف كتير، ما عم يرضى أنه هو يقعد حتى يكتب واجباته لنحله إلا حتى أنا أكون جنبه. بهاي الحالة مع أنه بتقول أنا ما بحضره أخبار، أنا ما بعمل شيء، بس تأكدي أنه هو سمعان. الطفل هو كائن ذكي جدا، فضولي. ما قلت لك ما في بيت هلأ لا يخلو من الأخبار، وعم نتعاطف معهم وعم نقدم كتير إحساسات أنه نحن بكيف ما كان عم نتعاطف معهم، لو على الأقل يمكن أحيانا بنكون فاتحين تليفوناتنا عم تطلع الأصوات لما عم نشوف هذا الشيء. لا تستهينوا ابدا بالاصوات اللي ممكن يسمعها حتى وهو عم يلعب، حتى وهو عم ينام، فهو عم يخزن هالاشياء كلياتها وعم بيردها بتصرفات، فممكن يطلع منها قلة التركيز اثناء الدراسه، صعوبات النطق مثلا. طبعا الطفل يصير مشوش، احيانا يخاف من الخوف اللي يصير عنده، وهو خوف ما له مبرر، هو اصلا مو عارفه ليش خايف. ممكن يقول لك انا عم بسمع بس اصوات، انتوا لما بتفتحوا موبايلاتكم انا بسمع اولاد عم بتصرخ، ناس عم بتعيط، عم بيقولوا مات، عم بيقولوا مات، فانه انا بخاف. ليه؟ لأنه عنده مفاهيم غير واضحة. هذا الشيء بيدخله بهي الدوامة، قلة التركيز، قلة وضوح بالنسبة له، ممكن يسألك أسئلة كتير غريبة ما يعرف شو هو، حتى طوال ما له قاعد إنه هو عم يكتب واجباته بيضل بيسألك، بيقطع الواجب إليك، ليش هيك عم بيصير؟ يعني أنا إذا ما كتبت واجبي يمكن الأمهات إذا ما كتبت أنا رح تبعتيني يقتلوني، رح تروحي أنت وتتركيني. فلا نستخف ابدا بهذا الموضوع، خاصه بهي الفتره. اذا اثبت اي طفل انه في عنده متغيرات، ونراقب النوم، النوم بشكل كثير كبير، ونتواصل مع المسؤولين عنه بالمدرسه انه الطفل في عنده علامات غريبه، عم يعمل شيء، لانه حتى اللعب تبعهم عم يتاثر هلا. يعني حتلاقي كثير اطفال نتيجه الاشياء اللي عم يسمعوها حيبلشوا يستعملوا قتلتك، طلع هذا مو مكانك، أنا بدي موت، أو لا أنت بدك تموت، لا ليش قتلتني، رح يستعملوا هاي المصطلحات كتير اللي هلأ للأسف عم نسمعها. أكيد. أوكي، خلينا ننتقل لفكرة كتير مهمة، هي إذا الطفل دخل بحالة اكتئاب أو صار عنده اضطرابات أو تغييرات بتصرفاته بالمدرسة أو بالنوم أو بحياته العائلية أو بالبيت، قديه هون مهم أنه يمكن في أهل كتير يقولوا لك أنه ألا لا طفلي ما بده أخصائي نفسي، ما بدك كل هالقد، ما بدي حملها زيادة، قديه مهم بهيك حالات أنه يكون موجود الأخصائي النفسي لحتى يتابع حالة هذا الطفل؟ تماماً يا عزيزتي، مثل ما تفضلتي، أي علامة تظهر على طفلك وانت بتشعري كأم انه هي ما حالة طبيعية، اول شيء مشان ما نخوفهم كتير نحن بنعطي اي حالة او اي ردة فعل للطفل بنعطيها فترة 3 ايام. بعد 3 ايام مع المراقبة اذا لقيناها عم بتزيد، وهذا الطفل وضعه عم يتأزم اكتر وممكن عم يعمل ردات افعال عم بتزيد او عم يعمل حركات او اصوات او اي شيء، لا خليني اقول انا هون اذا انا كنت ام واعي بلش انا طبعا بال3 ايام انا من ثاني نهار فورا رح اتدخل، اعتقد الامومه رح تتدخل، حتساله انه ماما شو في، اذا كان واعي ومستجيب الطفل ممكن يحكي.
غالبا في اطفال ممكن تحكي وتفضفض للام او حسب علاقتها مع الاب، لكن اذا الام والاب فشلوا بهذا الموضوع والطفل ما عم يقدر يتواصل معهم، برجع قبل ما انتقل للاخصائي النفسي مشان ما نخوف كثير الاهل، نلجا لشخص هو بيحبه الطفل، جده، خاله، احد الاقرباء من العائله، شخص بيحبه كثير ومتعلق فيه وممكن يكون له يعني خلينا نقول الموانع عليه فيتحدث معه. اذا هذا الشخص كمان اخفق وما قدر انه يوصل لشن، ولان الوضع عم يزيد اكثر، انا بترجعهم انه ما يضلوا على هاي الحاله، لان احنا هون عم نعطي علامات على دخول بمشكله خلينا نقول ابسط ما يكون اللي هو المشاعر الاكتئابيه للاطفال اللي ما قليله ابدا وبتاذي كثير خاصه انه بطور النمو. ففورا لازم نلجا اذا ما بتحبوا الطبيب النفسي اللي الناس كثير عم تعمل له حاله انه هو مرعب وهو ما بيخوف وما بياكل اكيد كائنات، روحوا عند الاخصائيين النفسيين. هدول موجودين اللي بيكونوا موجودين بعلاج تعديل السلوك المعرفي، هذا كثير ممتاز للاطفال اللي عم بيعانوا من بعض الاضطرابات، اللي عم يعانوا من مشاكل بالنطق، اللي عم يعانوا من اشياء ما وصلت لمرحله المرض النفسي. هدول الاشخاص جاهزين بجلسات محدده بوجود الاهل انهم يعيدوا الطفل لحالته الطبيعيه. تمام. دكتوره غاليه، دائما لما نحكي عن مشكله نفسيه معينه او ازمه معينه او حرب اللي عم تصير اليوم بفلسطين وقطاع غزه، يعني بنروح بنحكي عن الصدمات اللي ممكن تصيب الفئات العمريه الصغيره، الاطفال او الكبار بالعمر. صحيح. في عندنا شيء مصطلح اسمه الاضطراب ما بعد الصدمه. 100%. خلينا نتعرف عليه كمصطلح اليوم، عن اعراضه وكيف ممكن اليوم نحن نشخص هذا المرض. تماما يا سيدتي، اضطراب ما بعد الصدمه لا بيعرف لا كبير ولا صغير ولا اي جنس، لا رجل ولا امراه ابدا، هو معرض وجاهز يدخل على اي حاله نفسيه في عندها بعض عدم التماسك والهشاشه النفسيه، وللاسف وعذرا على التعبير كلياتنا معرضين لندخل باضطراب ما بعد الصدمه، لكن اللي بيلعب دور كثير كبير معنا هو حالتنا النفسيه ومدى متانتنا النفسيه. أنا متأكدة إنه بهاي المرحلة بفترة هذا الشهر اللي مرينا فيه في كثير ناس دخلت باضطرابات الصدمة، لأنه أنا ما كنت متخيل موضوع الدمار هذا الشيء. لذلك اللي عارفه هو عبارة عن حالة من الحدث المفاجئ الصادم الغير متوقع لأحداث كانت صادمة وغير راضية، دخلت فجأة على حياتك بدون أي مقدمات وعملت أثر نفسي. على السريع إحنا نقلهم خمس مراحل ما في إنسان ما بده يمر فيهم كبير أو صغير، لكن يلي بخلينا نعدي هالمراحل هو قد ايه نحن مدربين حالنا. المرحله الاولى اللي هي الانكار، كلياتنا بنوقف فيها، لا ما صار، انا ما بصدق هذا الشيء كله مو حقيقي، كلياتنا انكرنا باول فتره. مرحله ثانيه اللي هي الغضب، ليش عم بيصير هيك، ليش فلان وفلان، ليش هذا فلان، وبلشوا بيحكوا مع الذات الالهيه وبخاطبوا بطريقه غاضبه جدا. المرحله الثالثه اللي هي المساومه، رجعوا لي فلان او عملوا لي كذا وانا مستعد اعمل كذا. المرحلة الرابعة اللي هي الإحباط والدخول بحالة اليأس، الاستسلام، إنه نحن الاستسلام السلبي، يعني أنا انهكت من كتر ما قاومت بهالثلاث مراحل. المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التقبل، وهون بتبلش مساعدة التقبل، التشافي والانتقال لمرحلة ثانية. كلياتنا بدون استثناء حنمر شئنا أم أبينا بهالمراحل، لكن أدي نحن مدربين، أدي جاهزين، أدي تلقينا مساعدة هي اللي بتخلينا وين نوقف. صدقا في ناس من سنوات لسه واقفة عند الإنكار، ناكرة تماما إنه أنا لا ما مات، لا ما صار. حتى بهالأحداث اللي نحن عم نعيشها في ناس إلى الآن ناكرة الموضوع اللي عم بتصير، مو ناكرته من باب إنه هي ليشك عم بيصير، أنا مدري، أنا ما بقدر، أنا مدري، فهي إلى الآن واقفة وهي حابة تضل بهالحالة، بتضل متمسكة بهي تماما، أو بمرحلة الغضب أو بمرحلة المساواة. كلياتنا حنمر فيهم، لكن مرونتنا وتعبنا وشغلنا على نفسنا وطلب المساعدة هو اللي بيحدد كيف بنمر عليهم. أكيد. يمكن مع زيادة نسبة الوعي اليوم الكبار صاروا يدركوا معنا يمكن كل تفاصيل بالحياة، أو ممكن أوقات يخونهم التعبير أو الكلمات، ما يقدروا يعبروا عن مدى حزنهم أو مدى غضبهم أو مدى تأثرهم بالموضوع أو بالمشاهد يلي عم يشوفوها والصور القاسية. يعني أنا كمان واحدة من هاي الناس، ما فيني لا أحكي ولا أعبر ولا يعني ما الواحد ضعيف قدام هيك، ما بيقدر يعبر ولا يحكي. بس هدول الأطفال اليوم تركيزنا عليهم ممكن قديش يدخلوا بمرحلة خطرة، ممكن نحن نكون ما لحقنا أو ما انتبهنا عليهم بدخولهم لهي المرحلة.
ممكن؟ طبعا اكيد، وبرجع بقول لك انه انا بقول اذا طفلي ما له واعي او انا بعرف اساسا انه هو يعني شخصيته في اطفال صحيح عمره صغير لكن شخصيتها بتكون كثير قويه وعندها استعداد انها تكون تتقبل بعض المواقف، اذا ما له واعي انا بقول رجاء حاولوا تبعدوا هالفتره عن هالاحداث لانه مو معناتها نحن عم نبعده عن القضيه او نحن عم ننسي هذا الموضوع، لا لا لا، نحن امنين ومصممين على هذا الموضوع وعم نمرق اكيد المصطلحات تبعنا والاشياء تبعنا انه نحن هذا الشيء حقنا وقلنا، لكن انا بدي راعي نفسيه الطفل هو ما له جاهز، انا مو كرمال انه انا اعرفه عن هذا الموضوع دخله بدوامه نفسيه انا باذيه بهالحاله، يعني انا كرمال اعرفه عن شيء انا عم دخله بمرض نفسي او باضطراب، لا هذا مش نفسي. قصدي دكتوره ممكن يصير دخوله لحاله معينه بشكل مفاجئ نحن ما نقدر نداركه. تماما تماما، احيانا من طريق استعمال التليفونات قلت لك ممكن يكون عم يتفرج على افلام الكرتون او عم يحضر يوتيوب او شيء فتطلع بعض المشاهد، لذلك انا بقول الام كثير حذره بدها تكون من هذا الشيء، احضري شو عم يشوف، واذا سالك اسئله لا تجاوبي بالسؤال تبع انه لا وما بعرف وما شيء ما لك علاقه فيه، لما محضر اخبار طبيعي ما في بيت ما عم يخلى من الاخبار، حاولوا انه اذا انت خايفه او ما بتعرفي شو لسه هذا ما تحضري اخبار جنبه يعني وما تتاثروا، الام والاب هلا الاب ممكن يكون شوي مقاومته اكبر يعني ما يبدي، الام احيانا كثير امهات بتكون هلا لما دائما بتستذكر اطفالها وهي او بتستشعر، حاولي اذا انت مالك واثقه من مشاعرك او تكوني ما تبكوا قدامهم لانه هو حيقول ماما لا تبكي انه خلص انا هون، فانا ممكن دخله بدوامه ثانيه انه هو ما عاد اهتم بالموضوع او بموضوع القصه اللي عم نحكي عنها قد ما هو اهتم انه ماما لا تبكي، فكون نحن قوايا انه اذا انا بدي اتاثر مثل ما قلتي كبير او صغير لما عم نحضر لحالك دموعك عم تنزل، اذا ابني ما انه جاهز لا تبكوا قدامه لانه حيطلع هي انه شبهه رح يحمل حاله المسؤوليه، ننتبه للنصه في اطفال بتقول ماما عم تبكي لانه انا عذبتك، فانت شفتي شلون يعني عم ندخله نحن بقصه، لا نحن موضوعنا هون غير موضوع هون، فندير بالنا على هذا الموضوع كثير. اكيد بالختام يعني معلومات جدا مهمه ونصائح جدا قيمه، بنتمنى كل حدا تابعنا اليوم من الاهالي انه يستفيدوا اكيد يلتزموا منها بتطبيقها مع اطفالهم. بالختام الدكتوره غاليه سعيد دكتوره في علم النفس بنشكرك كثير لحضورك معنا لليوم. شكرا لكم. شكرا لك دكتوره وان شاء الله الصحه والسلامه النفسيه للجميع يا رب. اما مشاهدينا مكملين معكم لاخر تقاريرنا وراح يكون من ضمن مدينه دمشق وضمن فعاليات الذكرى المئوية لتأسيس جامعة دمشق أقيم معرض لكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية لعام 2023 تحت عنوان الإبداع لتطوير الصناعة، رح نتابع تفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. اسمي احمد محمد يونس، انا مهندس طبي من جامعه تشرين. نحن عاملين كرسي لذوي الاحتياجات الخاصه مخصص للي مصابين بالشلل الرباعي الغير قادرين يتحكموا بكرسي عن طريق اليد، فهذا الكرسي مقاد عن طريق حركه عين المريض. نحن لحتى صممنا هذا الكرسي استخدمنا دمجنا بين ثلاث تقنيات، اول شيء تقنيه 3D برينتينج لحتى صممنا التصميم، وتقنيه الاي تراكينج برمجيا لحتى عملنا خوارزميات تتبع حركه العين، واستخدمنا تجهيزات الكترونيه لحتى قدنا الكرسي من خلاله. معكم غنوة شيخ إبراهيم، أنا كنت المسؤولة عن الجزء البرمجي بهيدا المشروع. بالبداية حابة أشكر رفقاتي لأنه كلياتنا تعاوننا حتى يطلع هيدا البرودكت. التقنيات اللي استخدمناها بتعتمد على البايثون وبتعتمد على الماشين ليرنينج، المكتبات اللي استخدمناها هي مكتبات حديثة فكانت بتاخذ العين بكذا زاوية، إضافة لأنه نحن استخدمنا كاميرا اللابتوب لحتى نحرك الكرسي عن طريق العين، برمجنا الـ ESP عن طريق الواي فاي مشان يكون الكرسي وايرلس، وكان تطبيقنا بيخدم فئة الشلل الكامل. الطالب علي وائل سعود، طالب هندسة طبية من جامعة تشرين. بالنسبة للقسم الإلكتروني كنا نحن مستلمين أنا والشاب هون،
استخدمنا دارة قيادة المحرك الخطوي LL298 وبعض المحركات والدواليب، ما كانت توفر أبدا بالمحافظة بفضل دعم الدكاترة المشرفين الدكتورة المهندسة براء رمان والدكتور المهندس هاني عماشي. نحن قدرنا نصمم المشروع ونوصل لهذه التقنيات ونوصل لهذه الإلكترونيات اللي نحن ما كانت متوفرة عنا أبدا. وكثير نتشكر إدارة معرض دمشق على كلية الهمك تحديدا على المعرض لحتى وفرت لنا فرصة يعني لحتى نعرض مشروعنا ونقدر نسوقه نحن من خلال هذا المعرض. أنا الطالب إلي طنوس من السنة الرابعة هندسة طبية قسم جامعة تشرين. مشروعنا بيخدم الفئة اللي المشلولين من ناحية الشلل الرباعي أو الشلل اللي ما فيهم يحركوا فيه إلا عيونهم. هذا المشروع قابل كتير للتطوير وبيعطي راحة نفسية للمريض لحتى يقدر يتحرك لحاله ويوفر راحة لمرافق المريض إنه المريض من تلقاء نفسه يقدر يتحرك. وإله تطويرات كتير كبيرة بالمستقبل وتطبيقات وتقنيات حديثة فيه عن طريق مثلا منحدر الطريق يتحكم عن طريق السرعة لحتى المريض يتحرك بأفضل حركة مناسبة ملائمة للمرض أو الحالة الإعاقة اللي عنده إياها. هند القداح اختصاص هندسة حواسيب وأتمتة. مشروعنا عبارة عن مكتبة إلكترونية لذوي الهمم، حبينا ندمج ذوي الهمم بمجال القراءة، خصينا بالذكر الكفيف ومبسوط الأيدي وكل شخص غير قادر على استخدام أطرافه العلوية من خلال موقع إلكتروني مجموعة من الكتب الصوتية أو اللي ممكن قراءتها يعني. استخدمنا ميزة الإبصار الحاسوبي للتعامل مع الكفيف وذوي الهمم. أنا اسمي رهف حما، هندسة حواسيب وأتمتة قسم الحواسيب. هلا نحن الأشخاص ذوي الهمم اللي خصصنا له الموقع عندنا هن الأشخاص مبتورين الأيدي أو غير قادرين على استخدام أيديهم والأشخاص الكفيفين. الأشخاص الغير قادرين على استخدام أيديهم بيقدروا يتحكموا بالموقع ويقروا الكتب عندنا من خلال حركات الرأس. إذا المستخدم قام بتحريك رأسه بأي جهة بيقدر يتحكم باللابتوب ويتحكم بالموقع ويقرأ الرواية اللي بده إياها، والكفيف بيقدر إنه يتحكم بالموقع تبعنا من خلال الأوامر الصوتية بيتفاعل مع الحاسب وبيقوم عملية إنه القراءة أو الاستماع للكتب. أنا روان أبو ستة طالبة هندسة حواسيب. لحتى نوظف الذكاء الصنعي بمشروعنا فاستخدمنا خوارزميات محددة لتوفر لنا ملخصات الكتب. ففي عنا قسم خاص بمكتبتنا لحتى يطلع ملخصات للكتب المتوفرة باللغة الإنجليزية، وهيك وظفنا الذكاء بمشروعنا كمان. أما هلا مشاهدينا وصلنا لختام صباحنا معكم، وإن شاء الله هيك يا رب كنا لطيفين واستفدتوا من الفقرات يلي قدمنا لكم اياها ان كانت طبية ولا اجتماعية. بدي أتمنى لكم بقية نهار إن شاء الله يا رب يحمل معه كل الخير والانفراجات والصحة لكم. كونوا بخير من هون لبكرة بفقرات جديدة ومتنوعة. وطبعا كل الشكر للأستاذ حسين الخطيب بالإخراج وفريق الإضاءة والكادر التصوير والفني. شكرا لكم وكونوا بخير، وشكرا لك يا هايدي. شكرا لك يا عفاف، وأكيد كل الشكر لجميع القائمين على برنامج صباحنا غير. لا تنسوا تتابعونا بكرة مشاهدينا بنفس التوقيت مع ضيوف وفقرات عديدة، ومن هلأ لبكرة ضلوا بخير.